اسالك استاذ العميد، الحقيقه انه بالامس رئيس تحدث مره اخرى عن الخطوط الحمراء سيره الجفره، وكان تحدث عنها من قبل في حديثه في المنطقه العسكريه الغربيه بانه كان شكل من اشكال التحذير. بالامس كان في توضيح بانه بالعكس، يعني احنا بنتكلم عن نقطه سلام او اعاده او يعني حديث سلام لاعاده المفاوضات مره اخرى. كل هذا يجري وهناك معلومات وانباء عن حشد بشرق سرت. اذا ما الذي نفهمه من الخطوط الحمراء وانها نقطه سلام او المقصود بها والمستهدف ان تكون نقطه سلام؟ النقطه الثانيه يا سيد العميد، متى تحين نقطة الصفر؟ هل باختراق هذه الحدود الذي ذكرها الرئيس وهي سيرة الجفرة تحين أو تكمن نقطة الصفر، أم بهذا التفويض الشرعي اللي تم من قبل البرلمان والقبائل بالأمس حانت ساعة الصفر؟ يعني أنا حاولت أن أنا أكون مفصل إلى حد ما، وأخذت وقت في الحديث عن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية في إجابتي على السؤال السابق حتى أوضح الأمر بأن فعلا بالأمس كما ذكرت حضرتك يا أستاذة لما احنا كنا قدام رسالة سلام حقيقية، والمبادرة المصرية هي مبادرة سلام. مصر لا تلهث وراء دخول الحرب ولا تجري تجاه الصراعات ولا تأمل أن يكون هناك صراعات مسلحة لا على الأراضي الليبية ولا على المصرية ولا في أي منطقة عربية على الإطلاق، لكنها في ذات الوقت لا تسمح بأن يدمر العملية السياسية ويدمر الأفق السياسي للمستقبل الليبي. الطرف الآخر المفاوضات السياسية والعمل الدبلوماسي يدمر مشروعه بالكامل، ولذلك سيكون هو الأحرص على أن تبقى حالة الفوضى موجودة. من دون حالة الفوضى على الأراضي الليبية يسقط المشروع التركي والمشروع العثماني بامتياز، ولذلك هو سيكون أحرص على بقاء هذا الاشتعال وهذا الاحتقان ما بين المناطق بعضها وبعض وما بين طرابلس وغيرها من المدن، وسيحاول أن يسعى بكل الوسائل وبكل الطرق لأن يدفع الميليشيات والمرتزقة لمحاولة إحداث اختراقات في نقاط استراتيجية والتي ذكرها السيد الرئيس منذ أسابيع كخطا أحمر، وهو سيرة الجفرة. سيرة الجفرة عندما تحدث الرئيس وأفصح بالأمس عن بعض من التفصيلات كي يوضح الأمر برسائل واضحة للمصريين ولليبيين أيضا، كان يحاول أن يفرض وقفا حقيقيا وعمليا لإطلاق النيران كي يدفع الأطراف للنظر في المستقبل السياسي. الجانب الآخر لو لم ينصاع إلى هذه الرؤى وإلى مثل هذه الشروط ستكون لمصر لغة أخرى، وهنا يبرز أهمية التدخل العسكري وفرض الأمر بالقوة، فرض الأمر بالقوة على الميليشيات، على أي من تنظيمات المرتزقة حتى ولو كان على الجانب التركي بنفسه. السلاح غير الشرعي إذا تواجد في أيدي أي طرف من الأطراف في داخل ليبيا ستكون مصر حريصة على تأمين مصالح الشعب الليبي كما طلب منها بالأمس، وكما أعلنت مصر على لسان قيادتها السياسية بأنها على قدر عالي جدا من الجاهزية وهي لن تخذل الأشقاء في هذه النقطة على الإطلاق.